اهلا بيكم طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي. درسنا النهارده هنكمل فيه طبيعه الموقف الفلسفي في الموضوع الاولاني من الوحده الاولى من مبادئ التفكير الفلسفي. المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الموقف الفلسفي واللي هو النظره العامه للشخص المتفلسف في اي امر بيصير تفكيره او اهتماماته. طيب انا كانسان عادي، حضرتك قلتي لي عشان اكون شخص متفلسف لازم يكون عندي وجهه نظر وموقف فلسفي، يعني معنى كده ان انا اقدر اتحول من انسان عادي لفيلسوف، اتحول من انسان ما بيتعمقش في الامور لانسان متعمق في كل حاجه. اقدر. انا هعمل لك مقارنه صغيره هنا ما بين الانسان العادي وما بين الفيلسوف. الانسان العادي نوع الحكمه عنده بتبقى حكمه تعتبر بسيطه شويه، بتقتصر فقط على تراكم خبراته وثقافته الشعبية، بتقتصر بس على حياته والمواقف اللي هو بيمر بيها، فبالتالي هو بيمارس درجة من التفلسف. درجة من التفلسف بتاعته بيقتصر على الحكمة العملية النابعة من تراكم خبراته وثقافته الشعبية. لكن الفيلسوف الحكمة بتاعته بتبقى حكمة نظرية شوية. ليه؟ لأن هو مش بيكتفي بس بالمواقف اللي هو بيمر بيها، لا، هو بيحاول يلم كل المواقف والمشكلات اللي تخصه واللي ما تخصوش. قال لي عشان كده حكمته نظرية، حيث يقدم تحليلا شاملا للمشكلات العامة وليست مشكلاته الخاصة. لما موقف يعدي قدامه هو بيحاول يحلله ويفهمه، مش شرط يكون بيخصه، لا، هو يقدر حتى لو ما يخصوش يقدر يقدم فيه وجهة نظر هتفيد الشخص صاحب المشكلة وتفيد الأشخاص الآخرين. فبالتالي هي نظرته بتبقى عام شوية من الإنسان العادي. الإنسان العادي لغة التعبير بتاعته هو بيعبر عن حكمته العملية بلغة بسيطة بيستخدمها في حديثه اليوم. لكن الفيلسوف قال لي لا، هو بيعبر عن فلسفته بمصطلحات فلسفية دقيقة. احنا متفقين بقى ان الفيلسوف ده درس منطق، فبالتالي لازم يستخدم المصطلحات الدقيقة ويختار ألفاظه بدقة عشان يعبر عن كم الأفكار اللي موجودة جوه عقله. فلغة التعبير عند الإنسان العادي هتبقى لغة بسيطة ما فيهاش المصطلحات الدقيقة اللي احنا ساعات بنقول عليها مصطلحات معقدة شوية مكلكعة شوية. لا، هو هنا بيتكلم كلام بسيط وعادي، لكن الفيلسوف بيتكلم كلام محتاج مني شوية ان انا اوسع خبرتي في موضوع المصطلحات شوية عشان اقدر ان انا اتواكب معه واقدر ان انا افهم. طيب لما اجي اقارن تاني ما بينهم، هقارن ما بينهم من حيث اسلوب التعبير، الطريقة بقى. الانسان العادي بيختصر اختصار شديد للعبارة، بيبتدي لما يجي يتكلم بالمختصر المفيد، ما بيحاولش ان هو يحلل الامور ويفصصها لي كلها عشان يقدر ان هو يقنعني، لا، كلام عادي بسيط، عملت ايه النهارده؟ الحمد لله اليوم كان حلو. هو بيحاول هنا يختصر اختصار شديد للعباره اللي هو بيعتمد على التكثيف يعني الاختصار، فيعبر عن تجربته الحياتيه بعباره واحده، الحمد لله مثلا. لكن لما بنيجي هنا عند الفيلسوف قال لي لا، الفيلسوف بيعتمد على تحليل الظواهر وينظر في التفاصيل ويرد الظواهر لأسبابها أو العلل البعيدة متجاوزا العلل والأسباب القريبة. هو بيتجاوز الحاجات العادية اللي انتوا شايفينها ويبتدي يحلل الأمور عشان لما يوصل لتفسير منطقي يقدر ان هو يلم بيه أو يشمل بيه كل المشكلة اللي موجودة عندنا. طيب ايه مدى الاتساق؟ يعني فكرة الكلام بتاعه متسق ومنظم ومرتب ولا عشوائي؟ قال الانسان العادي لا، هو كلامه شوية بيبقى متفرق احيانا متناقض مع بعضه البعض. لكن الفيلسوف لا، ده عنده مذهب فلسفي، فتتميز المذاهب الفلسفية بالاحكام العقلي، يعني عنده تنظيم دقيق لافكار، دماغه مرتبها كويس جدا، التتابع المنهجي المصحوب بالادلة والبراهين، يعني قادر يدين الادلة والبراهين على الكلام اللي هو بيقوله لي. هو مش بيقول اي كلام، مش بيقول كلام ممكن اطلع هنا ان كلامه متناقض انت بتقول الكلمة وعكسها، لا، هو هنا مرتب افكاره كويس جدا علشان يقدر يديني كلام منطقي. احنا كده عرفنا بقى الفرق ما بين الانسان العادي والفيلسوف. ازاي بقى نقلل الفروق دي وتحول من انسان عادي لانسان مفكر فيلسوف تفكيري تفكير منظم؟ فبيقول لي هنا لاحظ ان الفروق بين الانسان العادي والفيلسوف هتقل وهتتضاءل اذا تعلم كل منا من الفيلسوف ما يلي. هنتعلم ايه؟ قال لي اول حاجه استخدام المصطلحات الدقيقه عند التفكير عشان تكون المصطلحات دي بمعنى محدد. تمام. لكي تتضح الافكار لازم تكتسب القدره على تحليلها وردها لمبادئها واصولها. تمام.
قال لي عشان اقدر بعد كده اعبر عن افكاري بطريقه منهجيه، يعني يبقى في اتساق او اتفاق او ترابط بين النتائج والمقدمات واشيل التناقض اللي كان ما بينهم. الحاجات دي احنا كنا قلناها هناك في الفروق. علشان كده هنا بيقول لي لو اراد الرجل العادي ان يكون فيلسوف عليه ان يتحلى بمميزات الفيلسوف اللي وردت في المقارنه السابقه. هنبدا من النقطه بتاعه لغه التعبير. قال لي إذا كان الرجل العادي يستخدم لغة بسيطة وأراد أن يكون فيلسوف عليه استخدام المصطلحات الدقيقة في التفكير، وده اللي احنا قلناه عشان نقلل الفرق. طيب إيه كمان أقدر أعمل إيه عشان أقدر أكون فيلسوف تفكيري تفكير منظم؟ قال لي إذا كان الرجل العادي يتسم أسلوبه في التعبير بالاختصار الشديد اللي هي كانت من صفات الرجل العادي في العبارات وأراد أن يكون فيلسوف هيعمل إيه؟ هيعمل اللي كان الفيلسوف بيعمله، عليها أن يقوم بتحليل الأفكار وردها لأصولها وأسبابها البعيدة ويتعمق في الأمور ويحللها عشان يقدر يديني فكرة كويسة. طب يعمل إيه كمان؟ قال لي لو كانت الحكمة العملية عند الرجل العادي بتأتي أحيانا متفرقة وأحيانا متناقضة مع بعضها البعض وبقى عايز يبقى فيلسوف أراد أن يكون فيلسوف، عليها أن يعبر عن أفكاره بطريقة منهجية مرتبة بحيث تأتي النتائج متسقة مع المقدمات. يبقى انا كده قدرت هنا ان انا اعمل مقارنه بسيطه ما بين الانسان العادي وما بين الفيلسوف، وقدرت ان انا اقدر ابقى انسان فيلسوف اغير من افكاري، افكاري تبقى بطريقه منهجيه، اقدر ان انا اعبر عن افكاري بشكل بسيط بس بمصطلحات فلسفيه دقيقه. في الفلسفه ان شاء الله في الترم ده وفي السنه دي هنتعلم يبقى عندنا وجهه نظر سليمه قايمه على ادله وبراهين منطقيه اقدر ان انا ااكد بيها كل الافكار والاراء بتاعتي واقدر ان انا اقنع بيها الاخرين. المره الجايه ان شاء الله هنكمل خصائص الموقف الفلسفي. أشوفكم على خير.